وللحديث عن بيان السويد الذي تعتذر فيه من الإساءة للقرآن والمسلمين، معنا من إسطنبول رئيس الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام الشيخ محمد الصغير. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. شيخ محمد، ما قيمة هذا الاعتذار بعد هذه الإهانة لمشاعر المسلمين وحرق المصحف الشريف، وخاصة أن السويد لا تضمن ولم تتعهد بعدم تكرار هذه المسألة؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن نصره واهتدى بهداه. وبعد، هذا البيان لا قيمة له البتة إلا من ناحية واحدة، هي أن الأصوات والاحتجاجات وما كتبه المسلمون وإعلان المقاطعة بدأ يؤتي أكله، فعلينا ألا ننظر إلى هذا الاعتذار الذي لا يساوي المداد الذي كتب به. هذا ليس اعتذارا منقوصا، ولكن هذا هو النقص بعينه. إن كلمات السويد في هذا البيان تبشر بإحراق نسخ أخرى من القرآن الكريم. هم يقولون سيحرق القرآن مرة ومرة، ونحن سنعتذر لكم في كل مرة. فهل هذا كافيا عند أتباع المصحف الشريف؟ إن ردات الفعل التي اتخذت إلى الآن هي التي أنتجت هذا الاعتذار الناقص، ولا أقول المنقوص، وهي اعتذارات لا يمكن أن تلبي طلبات المسلمين تجاه كلام الله تبارك وتعالى. ردات الفعل وإن كانت ليست في المأمول إلا أنها آتت بعض الثمار، فعلينا أن نبني عليها وأن نثمن ما قام به المتظاهرون أولا في العراق، ثم الآن المتظاهرون في لندن. ومما يؤسف له أن تكون المظاهرات أمام سفارات السويد في الغرب، ولا يستطيع أن يتظاهر المسلمون أمام سفارات السويد في بلادهم. نعم دكتور، يعني هذه ليست بطبيعة الحال المشكلة الأولى ولن تكون الأخيرة، سواء من السويد أو فرنسا أو غيرها من الدول. ألا تعتقد أننا كمسلمين بحاجة إلى نهج ننتهجه في التعامل مع هذه الإساءات، بحيث نصنع هذا التأثير الذي تفضلت بالإشارة إليه، ولا يتكرر هذا العمل بسهولة؟ أولا، فيما يتعلق بالمصحف الشريف أو ما يتعلق بمقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكون ردة الفعل ردة تساوي هذا الجرم. فمن أمن العقوبة أساء الأدب. لو لوحت دولة خليجية واحدة، ولا أقول دول مجلس التعاون، أو دولة إسلامية كبيرة واحدة بقطع المعاملات الاقتصادية مع السويد، ستأتي السويد راكعة، ولن بل ربما ستطبع على نفقتها بعض نسخ المصحف الشريف. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال لن نسمح للسويد أن تدخل إلى الناتو ما دامت تستقبل الجماعات الإرهابية وما دامت تعادي المسلمين في مشاعرهم. إن لم تكون هناك قطيعة اقتصادية، فعلى الأقل الإجراء الذي قامت به الأردن وقامت به الإمارات والسعودية وقامت به من قبل الكويت، وأول الدول كانت المغرب، كان ينبغي أن يكون هذا الإجراء، وهو ليس كافيا، استدعاء السفير أن يكون من كل دول العالم الإسلامي. أضعف الإيمان في هذه القضية طرد السفير السويدي. لو اتخذت الدول الإسلامية والعربية هذا الموقف، لا يفهم الغرب إلا لغة القوة، ولا يوجع الغرب إلا لغة الاقتصاد، وهذه أسلحة ميسرة في يد الدول العربية. ولكن كل الآن يعبر عن مكانة القرآن في قلبه وفي معتقده، فهناك من علاقته بالقرآن قوية أو جيدة أو ضعيفة أو مبتوتة. وإن تخاذلت الحكومات ولم تقدم الموقف الصحيح الواجب، فعلى الدول الإسلامية شعوبا أن تستمر في المقاطعة
وهذه المقاطعه لها اثارها، وقد ظهرت هذه الاثار في فرنسا، ونرى الان انتقام الله عز وجل. فرنسا تحترق، هذا وصم هاشتاج يتصدر العالم منذ 3 ايام. على الشعوب ان تستمر في المقاطعه، عليها ان تتحدث مع البرلمانات المنتخبه بين قوسين، وعلى البرلمانيين ان يضغطوا على الحكومات. بقي المسار الثالث اللي هو المسار القانوني، على اصحاب المكاتب الكبرى، على كبار المحامين والحقوقيين ان يسعوا الى تجريم الاساءه الى كل الاديان. نحن لا نقر الاساءه الى اي دين حتى وان كان باطلا، لان الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم دكتور، في البيان أكدوا على حماية حرية التعبير، ما رأيك في هذه الأكذوبة؟ ماذا تعني حرية التعبير إذا كنت تتسبب في إهانة الآخرين والمساس بكرامتهم؟ هذه الأكذوبة سقطت بالكلية. قالها ماكرون على شاشة قناة الجزيرة في الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما رسم رسما كرتونيا في باريس حول الرسام إلى المحكمة وأدين بالغرامة. كذلك من وضعوا صورا لماكرون على صورة النازي هتلر أيضا تمت عقوبتهم قضائيا. والذي يسقط هذه الحجة الساقطة أنه هل يسمح أن يحرق علم المثليين؟ لقد أرادوا أن يفرضوا المثلية وأعلام المثلية على مونديال قطر. هل يسمح لأحد أن يتحدث عن الشذوذ الجنسي؟ اعتقل وسجن قبل يومين شاب في أمريكا لأنه انتقد على وسائل الإعلام الشذوذ الجنسي، حكم عليه بالسجن. هذه حرية تعبير عمياء ولا أقول عوراء، وهي لا تكون إلا مع مقدسات المسلمين. واقعة الهولوكوست، المحرقة، لا أقول التشكيك فيها مجرم، وإنما طرحها للكلام. يعني أنت لو طرحتها في حلقة في برنامجك سيمنع عنك التردد مباشرة. نعم، أشكرك جزيلا فضيلة الدكتور محمد الصغير، رئيس الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا لك.